في فيديو اليوم راح اشرح لكم كل شيء بتحتاجوه عشان تربوا ضبع عندكم في البيت. الضبع من اكثر الحيوانات المخيفه في الطبيعه، وعنده القدره في لحظه يمزع جسم الفريسه، وفكه القوي قادر يطحن عظام الفيل ثلاث السهين بهيك حيوان مرعب وعجيب. هل بتقدر تربي هيك كائن؟ وهل مسموح بتربايته؟ نيفادا تسمح لك، وكذلك اوكلاهوما والاباما واركنسا، لكن كاليفورنيا بتحلق لك وباقي الولايات ما بتعطيك حريه. لنفرض انك استوفيت الشروط ورحت تشتريه، فلازم تعرف انه الضباع مثل البشر، فكل ضبع عنده شخصيته، فممكن يكون شرس جدا، وممكن يكون بيستحي، وممكن يكون فضولي، وممكن يكون غبي، بعرفش وين الله حاطه. انا نصيحتي انك ما تشتري قبل ما تشوف البضاعه، وتشوف تصرف كل ذكر وتدرس اطباعه. سعره على فكره مش غالي كثير، بيبدا من 1500 دولار وبوصل لل 15000 دولار. بس هون بيجي دوري اعطيك النصيحه، جيب انثى وابعد عن الذكر. السبب يا صاحبي انه الانثى اقل عنفا واقل تحديدا للمنطقه، واسلوبها بنقدر نقول عليه اوضح من الضبع الذكر اللي صعب انك تتوقع كيف بتكون حركاته. هلا انت لقيت ضبعتك الانثى ودخلت بيتك برجلها اليمين، شو اللي حيصير بعد هيك؟ عيونها حيكونوا مسكرين اول 9 ايام، وبعد اسبوعين بتصير قادره تتحرك وتتعرف عليك. ما تقلق من ناحيه الاكل، فحيكون فقط حليب، وحتشربها كانها بيبي صغير لاول 6 شهور، وبعدها بتبدا تقدم لها شغلات جديده تغير فيها طعم تمها. مبدئيا انت رح تحبها كثير، والسبب انها حتكون جميله، وفوق كل هذا دمها خفيف والاصوات اللي بتطلعها غريبه. فجهز حالك لازعاج وتعب وارق وقلق يومي لمده 3 اسابيع قبل ما تكتشف مكانها في البيت. ليش 3 اسابيع يا ايهاب؟ لان هي المده اللي حتحتاجها عشان تلاقي خط وسط بينكم، ووقت كافي انك تفهم لها وتفهم لك، وتبدا حياتكم تتغير وتقربوا من بعض. ووجود هذا الكائن او اي كائن مفترس في حياتك راح يغير من نفسيتك ومن عقلك وطريقه تفكيرك. حتصير تشوف الضبع مش كائن خطير، وحتصير تشوفه كابن او اخ او صديق عزيز. هلا تربيه الضبع شوي غريبه، وفي قبائل في افريقيا تحديدا نيجيريا بيربوهم من مئات السنين وبيعتبروهم جزء اساسي من العادات والتقاليد، لكنهم بيعملوا شيء غريب ومستحيل افكر تفكير اني اسويه. الضبع اللي عندهم ممكن ما يكون تربى عندهم في البيت، وما يكون كبر من مصغره عندهم، وحتى ما بيعرف فيهم. ما لقى حاله إلا انخطف من البرية، وبدال ما ينام تحت شجرة فجأة لقى حاله إلو غرفة. فكيف بتصرفوا معاه؟ ما بيستخدموا القوة ولا بيستخدموا العنف، لكنهم بيحسسوه انهم عيلة عن طريق تقديم الاكل مثل اللحوم وكل شيء بيحتاجه. راح يطعموه يوميا لمدة 5 ايام، وبعدها بشعر بالامان، بيتعود عليهم. وفي كلام انهم زادوا على الموضوع واستخدموا اعشاب وتعاويذ وشعوذة لتغيير اطباعهم. عروضهم في الشوارع لاقوا لها اكثر من هدف، وكلهم بيصبوا على نفس الشيء وهي جمع الفلوس. هتسألني كيف يعني بيجمعوا الفلوس؟ هحكي لك عن طريق انهم بيبيعوا تعاويذ شعوذة. على حسب كلامهم فهي بتحمي من لدغات الافاعي وعضات الضباع والقرود، وانها بتحمي من السحره الثانيه، وهم كذبين والامر بايد رب العالمين. ولعلمك الضباع عندهم مش حزينه، ولو يصح لها ترجع على البريه راح ترفض وتطلب انها من البيت ما تطلع. مشاعرهم مربوطه بالاكل، طول ما بتطعميني فما عندي مشكله اضل. سامحوني دخلت في موضوع ثاني عشان ما اترككم تفكروا في اللي قاعد يصير. ما تسووا زيهم وخلونا على اللي بيبيعوا الضبع الصغير. اختيارك لازم يكون لضبع مخطط، لانه اسهل في التدريب وبتقبل الغريب فقط وهو صغير. الاعتناء بالضبع راح يستمر طول عمره لحد 21 سنه بالكثير، واستهلاك اللحوم ممكن يكون 15 كيلو في اليوم، لكن في بيتك ممكن تطعميه 3 كيلو او اكثر شوي يوميا، وهذا ضروري عشان توفر له السعرات الحراريه اللي بيحتاجها. ضبع الارد وولف بياكل النمل الابيض، فتمه بتحمل قرصاتهم، لكنه بياكل 250 الف نمله بالليله الواحده، فهو عنصر مفيد جدا للتوازن البيئي، لكن مش هذا الشيء المميز اللي حابب اوصله. ضبع الارد وولف ما بيخرب كل مستعمره النمل الابيض، وبيتركوا لهم جزء صغير عشان يعطيهم الفرصه انهم يرجعوا يبنوا المستعمره من اول وجديد، وبيرجع يزورهم كل كم من شهر وبيعيد الموضوع، وبهيك بيكون عنده مخزون غذائي لا ينفد. من الشغلات اللي بتخوف الضبع هو انه لما يهاجم شخص قريب منك هو ما بيهاجمه لانه بده يقتله او يتخلص منه، هو تقريبا بيشرح للي قدامه ان صديقي ملكي وممنوع تقرب عليه وتاخذه مني. احنا كبشر عاديين ما بنفهم لغه الجسد عند الضبع، فعشان هيك الافضل انك ما تكون في هيك موقف صعب. وحتى انت لما تمتلك الضبع فرح تتعلم شغلات غريبه، لكنها حتكون بطريقه مؤلمه وصعبه، لان الضبع عنده عاده انه بيعض اول بعدين بيسال ايش اللي صار. لكن شو اخطر شيء ممكن يصير في وجود ضبع؟ انك تنزف، وريحه دمك وطعمه لو لمس لسانه راح يشغل ذكريات مغروسه في الدي ان اي تاعه، وراح يتذكر شغلات سووها اباؤه واجداده، وباكد لك انه راح ينبهر بالنكهه وراح يعجبه الطعم. والخوف لما يصير بده اكثر ويعتدي عليك. الحيوانات البريه غير متوقعه، وهذه القاعده لن تتغير. في مشكله ممكن تصير في حاله انك ربيت اكثر من ضبع، وهو لو واحد فيهم حب يثبت انه اقوى منك وهجم عليك وعضك، فهون ممكن تصير عليك حفله، لان الضبع الثاني حابه تشارك وتعض لها عضه، فيمكن امتلاك اكثر من ضبع مش فكره جيده. في حياتك مع الضبع لازم تلعب دور الزعيم وتثبت انك دائما القائد، وما تخضع لعناد ضبعك، ولا تحسسه انك امامه ضعيف. عندهم في البريه نظام الرتب، وكل واحد فيهم بيعرف دوره ولمين بتبع، فهذا يجب عليك انك تسويه مع الضبع
من اول ما تدخلوا في حياة بعض. المتعب في الموضوع انه الضبع مش مثل الكلب او القطة او الطائر الصغير، لان القتل بيتم عنده بدون تحذير. ولكن في اعتقاد اي شخص بربي ضبع انه بيعرف انه الضبع بيعلم انه في ايده قرار موتك، وانت ايمانك في الله وفي الضبع انه ما يقرر يجي دورك ويجيب اجلك، فهو اداة قتل سريعة. وحياة اللي حواليه عنده ما إلها قيمة، ممكن يجيك عيونه مفتوحة وكله فضول عن شو انت، ليش هيك شكلك، وممكن يعطيك الأمان، لكنه بين فترة وفترة حيبين أنيابه، وهاي بس طريقته عشان يحكي لك انه هو الأقوى.